قبعة قمر. عندما كنت صغيرة لا أعرف لما كنت أحب قبعة رفيقة قمر الزرقاء أكثر من قبعتي الحمراء، مع أنها تصبح حاجدا. وأحب قميصها البرتقالي اللون أكثر من قميصي الأصفر، مع أنه يشبهه جدا. وأحب أقلامها الملونة أكثر من أقلامي الملونة، مع أنها تشبهها جدا. ولكن عندما تبادلنا أشياءنا عرفت أن أغراضها تشبه أغراضي. عندها استعدت أغراضي واقتنعت بما قسم لي ربي. حقا ما أجمل أن يقتنع الإنسان بما قسمه له ربه. لما كانت قمر تحب قبعة صديقتها؟ البنت هي التي كانت تحب قبعة قمر، ولكنها لم تعرف لماذا. ما رأيكم؟ أي قبعة أجمل؟ القبعتين جميلتين. هل كانت تعتقد البنت أن قبعة قمر أجمل من قبعتها؟ نعم. لكن القبعتين ماذا؟ متشابهتين. أي قميص أجمل؟ القميصين جميلين. هل علينا أن نحترم بعضنا؟ نعم بالتأكيد. هل علينا أن نتقبل ما قسمه الله لنا؟ نعم. ماذا نقول؟ الحمد لله. هل يمكن أن تقدم أغراضك للآخرين؟ نعم. لماذا؟ عندما لا أحتاجها. وعندما يطلب أحد أن يشاركك هل تسمح لهم؟ نعم. هل يمكن أن تأخذ أغراض غيرك دون أن تطلب الإذن منهم؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست لي. صح، وعلينا أن نحترم غيرنا. صح؟ صح.